إن غير ألف وعشر عرب سات ورحيد ورحيد ويعرف أيضا نظام الأقمار الصين العية الوطنية الهندية دي تكسره اثنان اثنان هو قمر صين العي للاتصالات سعودي ثم لاحقا هندي كان يديره عرب سات في البداية ثم من قبل نظام القمر الصين العي الهندي الإطلاق وخدمة عربسات إطلاقه عام 1992 باسم عربسات وحيد وتم تشغيله عند خط أطول 31 درجة شرقا في مدار ثابت بالنسبة للأرض حيث تم استخدامه لتوفير خدمات الاتصالات إلى الدول العربية تم إنشاءه بواسطة إيروس باسيل استنادا إلى المحطة الفضائية 100 وحمل مستجيبين من نطاق و25 جهازا مستجيبان نطاق من أناتوي عند الإطلاق كانت الكتلة تبلغ 1107 كجم 1580 رطل وعمر تشغيل متوقع يبلغ 7 سنوات تم إطلاقه بواسطة شركة أريان سبيس باستخدام صاروخ أريان 4 بتكوين 44 وحلقت من أريان 2 في مركز غيانا الفضائية في كورو تم الإطلاق في الساعة 22 58 10 بالتوقيت العالي في 26 فبراير 1992 وكان هذا هو القمر الصناعي حافلة الفضاء 100 الأخيرة الذي سيتم إطلاقه العمليات الهندية في نوفمبر 1997 تم بيع عربسات وحيد للهند باسم نظام الأقمار الصناعية الوطنية الهندية دي تكسراه اثنان في ديسمبر تم نقله إلى فتحات جديدة عند خط أطول 55 درجة شرقا حيث حل محل القمر الصناعي نظام الأقمار الصناعية الوطنية الهندية دي تكسراه الذي فشل في المدار بقي عند 55 درجة شرقا حتى أغسطس 2003 عندما تم نقله إلى 85 اثنان درجة شرقا ليصل في نوفمبر بحلول وقت مغادرته 55 درجة كان ميله المداري قد زاد إلى حد ما حتى أكتوبر 2004 بقي نظام الأقمار الصناعية الوطنية الهندية دي تكسراه اثنان عند 85 اثنان درجة شرقا عندما تم تقاعده من الخدمة ووضعه في مدار جبلنة انظر إلى عربسات المراجع وحيد 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 اثنان مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2019 اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2009 مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2009 اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2009 مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2020 اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2009 وحيد مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2017 اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2009 2
مترشف من الأصل في 20 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2009. 2، مترشف من الأصل في 20 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2009.